السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا بيان للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني إمام الأمة الموعود من آل البيت المطهر من منتديات البشرى الإسلامية. نحييكم، نقدم لكم في هذا البيان المأخوذ من المنتدى، وسيتم نقله إليكم، ونظرا لضيق الوقت في اليوتيوب وحتى يتسنى رفع البيان، سنعمل على استخدام زر الإيقاف بعد كل صفحة. فالرجاء استخدام زر الإيقاف بعد كل صفحة. سأعمل على وضع المؤشر أسفل الصفحة، وعند الانتهاء من القراءة يرجى استخدام زر التشغيل طوال القراءة وزر الإيقاف أيضا حتى يتسنى لك قراءة البيان بالكامل. ونرجو من الحضور قراءة البيان بتمعن والسؤال الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يهدي إليه من ينيب. هذا البيان بتاريخ 20/6/2007 للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، والبيان بعنوان اليماني المنتظر يدعو المؤمنين إلى الخروج من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وإني أحد أنصار الإمام المهدي المنتظر، أقدم هذا البيان بين أيديكم، ونسأل الله لنا ولكم الهداية. وتعالوا لننظر في القرآن العظيم نتيجة الذين يدعون من دون الله عباده المكرمين، فهل يستطيعون أن ينفعونهم شيئا أم أنهم سوف يتبرؤون ممن دعاهم من دون الله؟ ثم ننظر إلى رد آبائهم الأولين، فقالوا أغويناهم كما غوينا. وذلك هو التزييل المقصود في الآية، وقال الله تعالى: إذن يا معشر المسلمين، قد كفر عباد الله المقربون بعبادة الذين يعبدونهم من دون الله كما رأيتم سياق الآيات، وكانوا عليهم ضدا. إذن يا معشر الشيعة من الذين يدعون أئمة أهل البيت،
وهذا بالنسبة للمؤمنين المشركين بالله عباده المقربين. وأما فرقة أخرى فليسوا ضالين عن الطريق، وبصرهم فيها حديد. أولئك لا يدخلون النار بحساب، بمعنى أنهم لا يؤخرون إلى يوم القيامة. أما شياطين البشر فهم يعلمون وهم في الحياة الدنيا بأنهم على ضلال مبين. ويا معشر المسلمين، تعالوا لأبين لكم الفرق بين أصحاب اليمين والمقربين والفارق بين الدرجات. وتلك هي حسنة الفرض والأمر الجبري. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولينظر أحدكم هل هو من المقربين أو من أصحاب اليمين أو من أصحاب الجحيم. أخو المسلمين خليفة الله على البشر الإمام الثاني عشر من آل البيت المطهر اليماني المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني.